شهدت أروقة معرض الكتاب القاهرة الدولي للكتاب حفل توقيع الكتاب الجديد للإعلامي نشأة الديهي الذي حمل عنوان أهل الشر، ويقدم الكتاب معلومات ووثائق وقصص موثقة جديدة تكشف لأول مرة عن مخططات الإخوان في هدم الدولة المصرية. الإرهابيون والمتطرفون والمخربون والخوارج، هؤلاء هم أهل الشر الذين أشار إليهم الإعلامي نشأة الديهي خلال موسمين من برنامجه الذي حمل نفس الاسم على شاشتين، كما حمل كتابه الجديد الاسم نفسه. لأنهم شر، أهل الشر مصطلح أو تعبير أو عنوان قد يكون صادم في كتاب، لكنه حقيقي، إنه كل المحتوى الداخلي سواء أسماء أو حكايات أو روايات أو وقائع أو وثائق كلها بتحض على الشر وبتخرج من رحم الشر وبتؤدي إلى شر. الكتاب البالغ عدد صفحاته 460 صفحة يزخر بتفاصيل مهمة عن تاريخ التطرف والمتطرفين منذ خوارج الفتنة الكبرى في بداية عهد دولة الإسلام حتى خوارج هذا الزمان، مستعرضا العديد من القصص الواقعية والحكايات التاريخية. تقريبا من أعلى الندوات حضورا من مختلف الأعمار، شباب وكبار السن، مختلف التوجهات، وده الحياة اللي احنا محتاجينه من كبار الكتاب والإعلاميين، انه يلقوا الضوء على النقاط المهمة جدا واللي مفروض ان الشباب نعمل له تنوير فيها. مشروع لتصويب الأفكار الخاطئة، هكذا وصف أساتذة الصحافة والإعلام كتاب أهل الشر، مؤكدين تطرقه إلى زاوية جديدة في الحديث عن جماعة الإخوان الإرهابية، وهي طرح ودراسة ما قاله الإخوان عن الإخوان. كل معلومة فيه موثقة، في مصادر موثقة، توثيق جيد جدا. وبعدين الكتاب يعني عامل حالة إنه ماسك من أيام الخوارج لحد حكم الإخوان لمصر، وبيلتقط أهم المحطات اللي مرت بيها الدعوة الإسلامية. الدعوة الإسلامية بوجهها السمح الطيب، الإسلام دين السماحة والمودة والعطف والرحمة والتعايش السلم الآمن. طب إزاي إحنا قدرنا، أو بعض الفئات المتطرفة قدرت أن تخرج بالممارسات عن مقاصد الإسلام ومراميه، وشايفين الصور البشعة اللي بتحصل دلوقتي. الزاوية الجديدة التي تناول منها هذا الكتاب قضية التطرف والإرهاب ركزت على فضح كذب وتدليس هذه الجماعات، كما يفضح أن مشروعهم ليس دينيا على الإطلاق وإنما سياسي 100%، كاشفا ما يحيكون لمصر خاصة وللمنطقة عامة. احنا النهاردة في أحلك الظروف، مصر بتتجرجر لحروب مرغمة سواء من الشرق أو من الغرب أو من الجنوب، فلازم كلنا نبقى ايدينا في ايدين بعض، وكلنا نبقى واعيين للمؤامرات اللي بتحاك من اجل تدمير المنطقة العربية. والهدف الرئيسي لتحقيق هذا الامر هو مصر في هذه المرحلة. انا ما بقولش ده عشان نخاف، لا، انا بقول ده عشان نبقى كلنا متنبهين. كتاب اهل الشر هو حجر ألقاه الديهي في بركة التمسك بالأصولية وتدريس الأفكار المتشددة على أنها مقدسات، مساهما في المهمة الوطنية لتجديد الخطاب الديني، لوضع التطرف في خانة الماضي وإنقاذ الحاضر والمستقبل. إبراهيم جواد، تن تي في.